السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أخوكم أحمد شيطو، والحلقة جديدة إن شاء الله، الحلقة الخامسة من برامج أندرويد، وبعنوان التخلص نهائيا من الإعلانات المزعجة 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 كمان مرة من على تلفونك تماما. طبعا كلنا بنعاني من الإعلانات اللي بتجينا على التليفون، مجرد ما نفتح صفحة عشان نحمل برنامج او ندولن اي حاجة تلاقي 100 صفحة اتفتحت لك و100 اعلان، وانا كلها كدابة. يعني يجي يقول لك مثلا في فيروس في جهازك وفيروس ولازم تنزل برنامج مش عارف ايه عشان تشيله، وكلها حاجات كدب في كدب واشتغالات عشان بس تخش تنزل وتحمل. طبعا حاجة خنيقة جدا وحاجة مقرفة جدا، يعني انا كل ده عشان انزل حاجة اقعد بقى افتح لي 100 صفحة، تمام؟ فاحنا ان شاء الله النهاردة معانا الحل الاكيد الاكيد والنهائي للتخلص تماما من الاعلانات المزعجة دي. يعني الاعلانات اللي مضايقة الناس صدقوني يا جماعة بعد الكلام ده هتبقى ماضي تاريخ بالنسبة لك، خلاص انت ما عادش تشوف حاجات، يعني اي اعلان ما عادش تشوفه على جهازك تاني تماما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده باول برنامج. اول برنامج يا جماعة اسمه ادوي، نضغط عليه. هو طريقة عمل البرنامج سهلة جدا مبدئيا، بس البرنامج ده للناس اللي عاملة روت، الناس اللي عاملة روت، اللي مش عاملين روت البرنامج ده ما ينزلوش لانه مش هيستفيد بيه، مش هيشتغل معاه اصلا، تمام. هي طريقة عمل البرنامج سهلة جدا، هتيجي بس على اول ايقونة دي اللي هي داونلود فايلز اند ابلاي اد بلوكينج، تضغط عليها كده، تمام. هو هيبتدي يحمل زي سيرفرات او يحمل ملفات اللي هي بتمنع ظهور الاعلانات عندك، تمام. هو خلاص تمام شبه نزلها خلاص، هو كده بيقول لك خلاص تمام كده. الرساله دي بتقول لك ان خلاص انا نزلت لك الملفات اللي تمنع الاعلانات، بس هيطلب منك بس انك تعمل ريستارت للجهاز. طبعا انا مش هعمل ريستارت عشان بس الفيديو ما يقفش، تمام. بس انت يعني وانت بتسطب البرنامج اعمل يس، اعمل ريستارت، تمام. فانا هعمل نو، بس دي تقدر تعمل البرنامج مش اي حاجه تاني خالص فيه، تمام. البرنامج التاني اسمه اد بلوك بلس، هو شغال طبعا واكيد وفعال جدا مع الناس اللي عامله روت، انما الناس اللي مش عامله روت بصراحه يعني ممكن ترى يشتغل معاهم برضك، بس مش متاكد من المعلومه يعني، بس اكيد طبعا مش بنفس فاعليه ولا كفاءه ان انت تكون عامل روت. يعني هو طيب تعمل برنامج برضك بمنتهى البساطه، فلترنج اول شريط ده هتخلي بس عليها اون انك تشغل البرنامج او تفعله، تاني حاجه فلتر سبسكريبشن اللي هو هنيجي جنبه على السهمين اللي هم لافين حوالين بعض دمت، اللي هو ده يا جماعه، هنضغط على السهمين دمت كده، هيبتدي بردك بين قوسين كده هو كاتب داونلودنج، هو بردك زي بينزل بردك ملفات او حاجه، تمام، بردك عشان تمنع وجود الاعلانات. هو مش هياخد حاجه يعني 30 ثانيه 20 ثانيه ما بيدولنش يعني ما فيك، بس هو كده خلاص خلص اهوت، تمام. تالت شريط معانا او تالت سطر معانا هنا هنعمل عليه مصح عليه، والاخير هنسيبه من غير علامه صح، بس هو ما فيش فيه اي حاجه تانية خاصه بالبرنامج، تمام. تالت حاجه معانا يا جماعه هو مش برنامج، هو يعني براوزر متصفح. المفروض المتصفح ده ان هو برضو بيمنع الاعلانات، يعني انت دلوقتي لو فاتح موقع من عليه المفروض ان الموقع ده في الطبيعي لما بتفتحه انه بيجيب اعلانات. المفروض طريقه عمل المتصفح ده انك لما بتفتح الموقع من على المتصفح ده ما يجيبلكش اعلانات، تمام. طيب هل المتصفح ده فعلا فعال واكيد؟ بصراحه مش هكدب عليكم، انا يعني ما جربتوش قوي، يعني شغل عليه مش كتير قوي، هو عليه ما بيظهرش اي اعلانات خالص، يعني انا لما بشتغل على المتصفح على البراوزر ده ما بيظهرش اي اعلانات، بس بصراحه واي براوزر تاني برضك بشتغل عليه ما بيظهرش عليه اي اعلانات بسبب البرنامجين اللي بره يا جماعه اللي هم الاد واي واد بلوك بلس، هم كده كده مانعيني اصل اعلانات سواء كان براوزر ده او غيره. بس برضك انا قلت اما اشرح البراوزر ده يعني نزلوه مش تخسروا حاجه، جربوه برضك شوفوا هيمنع ولا لا، تمام. انا كنت ناوي اقفل الحلقه لحد كده، بس قبل ما اسجل الحلقه على طول لقيت فيه يعني خبر او يعني حاجه جديده، لسه برنامج لسه نازل جديد اسمه نو كروم، هو تقريبا تبع جوجل كروم. برضك ده وظيفته ان هو يمنع الاعلانات، طبعا انا لسه منزله حالا يعني ما جربتوش ولا اعرف مدى فعاليته خالص، بس قلت برضك اما اضمه مع الحلقه بمناسبه احنا بنتكلم عن الحاجات اللي بتمنع الاعلانات. فبرضك هو براوزر برضك، بس المفروض ان هو بيمنع اعلانات، يعني ده طريقه عمله. فهل فعلا هو يعني
بيمنع الاعلانات او ما بيمنعهاش بصراحة الله اعلم يعني مدى فعاليته. الموقع ده مثلا يا جماعة اسمه ارب لودز دوت نت. الطبيعي ان انا مجرد ما اضغط اي حتة هنا هيفتح لي 100 صفحة و100 اعلان، حتى انت لو جربت تفتحهم على الكمبيوتر هتلاقوه بيفتح 100 صفحة. انا هنا هو بضغط مفيش اي حاجة تفتح خالص، فمش شرط يكون من البراوزر. انا برضو هرجع اقول لكم بسبب البرنامجين الاولين اللي هو اداوي واد بلوك بلس، ممكن يكون هما دول السبب في ان هو ما بيظهرش عليه اعلانات، وممكن يكون البراوزر ده فعلا فعال واكيد وان هو ما بيظهرش اعلانات خالص. فايا كان اللي اقصد اقوله يعني سطبوا اول برنامجين طبعا الناس اللي عامله روت وشوفوا الدنيا معاكم هتبقى عامله ازاي. بنسبه 100% مش هقول 90% اعلانات هتختفي من تليفونك تماما. انا ما بلاقيش عندي اي اعلانات تماما في الموبايل عندي. فبرضو جربوه وشوفوه، ولو في حد عنده اي تعليق او اي استفسار او اي حاجه يكتب لي في الكومنتس على تحت الفيديو وانا برضو هخش ارد عليه. وما تنسوش يا جماعه يعني لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ويعني ساعدوني حاولوا تنشروا الفيديو معايا لان انا لسه مبتدئ في الاندرويد، عشان بس حتى يبقى انا عندي دافع ان انا اعمل حاجه جديده او كل ما الاقي حاجه حلوه ان انا اقدر اساعد الناس يعني. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.